في قائمة الفريق بالموسم الجديد. وكان مجلس إدارة الزمالك قد أعلن خلال الأسابيع الماضية عن انضمام المغربي محمود بانتايك والفلسطيني عمر فرج قبل أن يتواصل مسلسل الانتدابات بقوة داخل قلعة ميت عقبة بالإعلان عن ضم الثنائي الشاب محمد حمدي وسيدي ناداي. جماهير الزمالك تنتظر التألق والتوهج من صفقات الزمالك الجديدة وتترقب ما سيسفر عنه ما تبقى من عمر الميركاتو الصيف الجاري.